سنعود إليك ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي دوي صفارات الإنذار في أدميت ويعرى عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرات. سنسأل في تل أبيب، نسمع صوت انفجار آخر في هذه اللحظات في الضاحية، على ما يبدو أن هناك غارة. قبل أن نتوجه إلى عبد القادر محمد، ما الذي استمعنا إليه قبل قليل؟ هل هو صوت انفجار جديد، غارة جديدة؟ ما الذي يجري في الضاحية الآن؟ يعني تماما يحيى، استمعنا إلى صوت غارة جديدة، ولكن أو بتعبير أدق صوت انفجار في نطاق ضاحية بيروت الجنوبية في الأحياء الداخلية تحديدا للضاحية. ولكن نحاول وأنا أتحدث إليكم أن نرصد نطاق الضاحية، إن كان هناك أي تصاعد لأعمدة الدخان في بعض الأحياء. ولكن يحيى، يعني الغارة أو سلسلة الغارات في نطاق منطقة الحدث التي تابعناها منذ قليل، نتيجة هذه الغارات، يعني هناك سحابة ضخمة من الدخان حاليا تعقد مجال الرؤية من هذا الموقع. سنحاول في الدقائق المقبلة تبيان إن كان هناك أي استهداف جديد. طيب محمد، يعني حتى تتمكن من جمع المعلومات والتأكد من طبيعة هذه الغارة والموقع المستهدف، خاصة وأن يعني المصادر الإسرائيلية تتحدث عن سلسلة من الغارات تشن على مواقع مختلفة في الضاحية الجنوبية، سواء في الحدث التي تشير الصورة لها وهذا الموقع الذي يشتعل أو تشتعل منه أو فيه النيران حتى هذه اللحظة، بعد 5 غارات على الأقل استهدفت هذا الموقع والمواقع القريبة منه. كذلك على ما يبدو هناك استهداف لموقع آخر في منطقة الليلكي. سنذهب إلى تل أبيب مع عبد القادر عبد الحليم المتواجد هناك. عبد القادر، صفارات الإنذار دوت في أدميت ويعرى خشية من تسلل مسيرات، حقيقة ما يجري في الجليل الأعلى في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان؟ نعم يحيى، هذه مناطق حدودية كما ذكرت متاخمة للحدود مع لبنان، وبالتالي قصف حزب الله في تلك المناطق هو يستهدف تجمعات وتحشدات للجيش الإسرائيلي. يوم أمس فقط قتل أحد الجنود في هجوم صاروخي استهدف موقعا تحشد فيه الجيش الإسرائيلي، والآن الحديث هو عن مسيرات وعن استمرار لعمليات قصف حزب الله، سواء كان ذلك باستخدام مسيرات أو صواريخ أو حتى قذائف الهاون والمدفعية التي تستهدف مواقع مختلفة حدودية منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة. أيضا بالتوازي مع ذلك، كانت هناك طيلة اليوم مروحيات عسكرية رصدت نحو أكثر من موقع تقل جنودا مصابين، هذا توازى مع حديث إسرائيلي غير رسمي حتى اللحظة يتحدث عن حدث أمني ما داخل جنوب لبنان، لكن نحن حتى اللحظة لا نعرف التفاصيل الكاملة لهذا الحدث. من الواضح أن المعارك، الكمائن، ربما لا يمكن أن نسميها اشتباكات لكنها في معظمها معارك وكمائن تجري من مسافات بعيدة أو بشكل مفاجئ ومباغت لتقدم وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبية لبنان، تحدث بشكل مستمر وتوقع إصابات وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. قد تتضح نتائج هذه الهجمات في وقت لاحق، لا سيما وأن حزب الله أعلن عن سلسلة كبيرة وعدد كبير من الهجمات في تقريره الميداني الذي صدر اليوم، بالتالي ربما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد يصدر أيضا بيانات تتعلق بالخسائر خلال الفترة المقبلة مع رصد عدد من المروحيات التي هبطت ورصدت في أكثر من مشفى إسرائيلي. لكن هذا على مستوى صفارات الإنذار الحدودية والاشتباه بالتسلل المسيرات. ما دون ذلك اليوم كان حافلا بعمليات القصف، وصلت إلى أكثر من منطقة. في منطقة عكا تركز قصف شديد صباح اليوم، ولكن أيضا مركز البلاد، مركز إسرائيل، على دفعتين صاروخيتين قصف من جنوبي لبنان.
لبنان دفعة صباحية بصاروخين وصلا إلى مناطق أو تم اعتراضهما وفق الجيش الإسرائيلي، وبرشقة صاروخية مسائية مكونة من 4 صواريخ اعترض منهما 2، فيما سقط صاروخان في مناطق مختلفة، واحدة وصفت بالمنطقة المفتوحة ومنطقة أخرى لم يحددها الجيش الإسرائيلي في بياناته. لكن بصورة عامة القصف الصاروخي مستمر على مواقع حدودية، على مواقع شمالي إسرائيل في عمق شمالي إسرائيل، وحتى وصولا إلى وسط إسرائيل بالتوازي مع سلسلة غارات إسرائيلية تنفذ في بيروت في الضاحية الجنوبية لبيروت عنيفة جدا، فاقت 10 غارات وفق ما أفاد به الزميل محمد شبارو، وبالتالي استمرار أيضا في مقابل ذلك لسياسة تصعيد الهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي بمقابل أو في بموازاة حديث أمريكي كان يوم أمس وأشارت إليه هيئة البث الإسرائيلية إلى أن بلينكين كان قد طلب تقليل وتيرة الهجمات على بيروت، لكن هذا لا ينفذ على الأقل حتى اللحظة يحيى. نعم.